يحتفل رجال الأمن في الديوانية بمناسبة العيد وفق طريقتهم الخاصة، حيث يوجه قائد الشرطة نداء موحدا إلى مفاصل النجدة والطوارئ والإرهاب والاستخبارات وجميع القطاعات بالتسامح ونسيان الخلافات بين المتخاصمين، لتبدأ مرحلة التصافح وتبادل التهاني بين الجميع، ثم تبدأ بعدها مرحلة تقسيم الواجبات. أول يوم عيد كان نداء موجه من قبل مدير الشرطة إلى كافة المنتسبين بأنه يبث روح التسامح بينهم. إذا كان هناك يعني مشاكل بين المنتسبين يمكن انحلت في وقتها، كان اكو تبادل للمعايدة وتبادل للسلام والتحية، تم تقسيم واجباتهم. يعني نلاحظ انه جميع الشرطة الان مرابطين في الشوارع وفي التقاطعات وفي المتنزهات، اكثر الضباط والشرطة يمكن اطفالهم اجوهم الى المكان حتى يسلمون عليهم. وفيما يتمتع المواطن خلال ايام العيد بالنزهة والراحة، فإن رجال الأمن يرابطون ليل نهار في الأسواق والأماكن الترفيهية من أجل توفير مناخ آمن لهذه العوائل، حتى أن البعض منهم يحرم من زيارة عائلته بسبب كثرة الواجبات. بالنسبة لنا بهذا العيد لحد الآن احنا ما معايدين عوائلنا بهالعيد هذا المبارك، احنا نعايد هاي عيدنا هو الأمان، الحفاظ على أرواح المواطنين. بالنسبة لي أنا شخصياً احد اخواني جاب لي جهالي عايدتهم وانا بالواجب، والفت نظرك يعني الى مساله خاصه بي. احد اصدقائي كان تقريبا اكثر من سنه على خلاف انا وياه، والحمد لله وشكر بهذا العيد تم الصلح انا وياه. نادي واجبنا لحمايه مدينتنا، مدينه الديوانيه، وناسنا طيبين بيها، وطيله الايام العيد احنا مرابطين بهذا المكان ناس مدينه السعاده لحمايه مدينه مدينتنا الديوانية من كل سوء يمر بيها. والأمر لم يقتصر على الرجال فحسب، فالنساء من الشرطيات يبذلن جهودا كبيرة وساعات طويلة بعيدا عن الأهل والأحبة بنفس الواجب الأمني، رغم ما يتعرضن له من مضايقات. نحن هنا هسه احنا ما نتعرض مجرد بس من الشباب، جاي نتعرض حتى من النساء. مرات يعني قلت لك ما يتقبلن هذا الشيء، يعني يذبن حكي يذبن شيء، فاحنا هذا قلت لك هذا الشيء تاركينه ما نهمه، لان احنا جايين على مود غايه انه نحقق الامان الهم وخلاص. توزيع رجال الامن للحلوى على المحتفلين في عيد الاضحى يعكس صورة ايجابية في العلاقة مع المواطن الذي لا يتردد في الثناء على رجل الامن الذي يبذل قصارى جهده في تامين الحماية للعراقيين. مثل ما تشوفون بجولة تشوفون الشرطة يمكن يوزعون الحلوى على المواطنين، أكو سلام وتحية بين المواطن وبين الشرطي. دين بالامتنان والشكر، وإن شاء الله إحنا نقول شو نسوي لهم أو ندعي لهم بالحفظ. مما يشجعنا أنه العلاقة الحميمة بيننا وبينهم. في الوقت الذي يستثمر المواطنون أيام العيد للفسحة والترويح عن النفس، فإن رجال الأمن يقضون أيام العيد في الشارع بعيدا عن عوائلهم بسبب الإنذار، كي تنعم هذه العوائل بمناخ آمن يتمم فرحة العيد. من الديوانية ميثم الشباني، الحرة.